يا جماعة بعد إذنكم عايزكم لحظة. طبعاً كلكم في كل مناسبة بتدعوا لي أتجوز. بس أنا كنت متردد أعمل الخطوة دي بسبب طبيعة شغلي طول الوقت بيني وبين الموت لحظة. بس أنا بعد ما استخرت ربنا سبحانه وتعالى قررت أعملها. أوبا. ده كلام كبير قوي. بعد إذنك يا خال أنا عايز أخطب إيناس. موافق؟ مش عارف يا ابني سيبني أفكر. يا خال موافق ولا مش موافق قبل ما نلبس الدبل؟ يا ابني اديني اسبوع اسال عليك. اقول لك خير والبر عاجله. يلا مبروك. مبروك يا نورة. مبروك يلا. مبروك يا نوسة. الله يبارك فيك يا هلا. مبروك يا نورة. روحي يا مليحة باركي لهم. يلا مبروك مقدمتها. الله يبارك فيك يا مليحة عقبالك. أخيرا. مبروك يا ناس. الله يبارك فيك. طيب أنا بدي أروح أغير أوعي وأنا والست ألطاف ولازم نمشي. توصلوا بالسلامة إن شاء الله، خدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالك من الست ألطاف. مع السلامة. مع السلامة. فرصة سعيدة. سجلنا عليكم، شكرا على الضيافة. إن شاء الله الله يعطينا عمر ونضيفكم بالقطاع ببيتنا ونقوم بالواجب. يلا مبروك. 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 الله يهديهم. مبروك. الله يتمم على خير. ربنا يديك العمر والصحة ست ألطاف. يا رب يا رب. إن شاء الله فرجه قريب. إن شاء الله. طيب إحنا هنغير هدومنا عشان ناخد شوية. حد عايز يجي معانا ولا؟ لا روح أنتوا، أنا ماليش الفرادة دي. أقول لك إيه؟ ما تتأخروش. براحتنا بقى. دي على ذمتي. يلا. شكرا مش معانا. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا تيجي بقى تعملي شاي. مبروك يا قمر. باجي قد كده. يلا وتصبحوا على خير بقى. يلا. تسلم حبيبي يا عادل. بتبصي لي كده ليه؟ انت مبسوط؟ انت عندك شك في كده يعني؟ مش قصدي، بس كنت على الاقل عرفني، كنت البس حاجه مختلفه، كنت اعمل حسابي، بدل ما انا اتصدمت كنت هبله قوي. يعني ايه المفاجأة دي؟ أولا شكلك في الفستان زي القمر، ثانيا المفاجأة ما كانتش حلوة يعني. ما أنتِ مبسوطة وأنا مبسوطة وكلنا مبسوطين ولا إيه؟ بصراحة أه. وأنا مبسوطة أكتر منك. مبروك يا موسى. الله يبارك فيك. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.